يعني لو معانا الكابتن فتحي مبروك يا رشاد ولا لسه جاهزين؟ طيب هيبقى معانا بعد كل الكابتن فتحي مبروك عشان يقول لنا اخر اخبار الاعداد واخر اخبار النجوم الصاعده الواعده اللي اكتشفوها الكابتن فتحي مبروك وجهازه التدريبي او جهاز قطاع الناشئين التدريبي اللي بيكتشفوا نجوم اصعب مرحله اصعب مرحله. كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بنادي الاهلي، اهلا وسهلا بحضرتك كابتن. بيك التحديد ازيك؟ احنا تعبينك معانا بقى اليومين دول. لا معلش احنا تعبانين اصلا في الاختبارات قوي. انا عارف، ربنا معاكم ربنا معاكم. لسه ربنا بقول يكون في عون الاجهزه الفنيه كلها لسه والله بقول اكيد لسه بقول اصعب مرحله هتواجهوها مرحله يعني اختيار البراعم الصغيره والناشئين اللي هم ان شاء الله يبقوا نواه لنجوم كبيره جدا فيما بعد يا كابتن فتحي. والله يا كابتن حميد يعني انا كمان يعني مش عايز اقول لك انا بأشفق على اولياء الامور حقيقي كمان. بيجوا من 7 صباحا يمشوا الساعه 2 و3 الظهر في عز الشمس وفي عز الحراره اللي احنا فيها دي، وانا كنت بتاسف لهم جدا جدا على الفتره الطويله اللي بيقضوها، ولكن في سبيل طبعا اختيار عناصر ان شاء الله تمثل النادي الاهلي قريبا ان شاء الله. ده هم على قلبهم زي العسل يا كابتن فتحي، يعني ان هم يدخلوا النادي الاهلي يبقى قمه سعادتهم، دي حقيقه. والله يا كابتن حبيب بيصعبوا عليا انا احنا في الملعب اجهزه فنيه وعمال واداريين اجهزه، ولكن هم كمان يعني بيجي الساعه 7 الصبح وابنه ممكن يخش الاختبار مثلا الساعه 12 او 1، تخيل. عشان كده انا يعني بفكر في الفتره اللي جايه ان شاء الله ولينا عمرنا افكر ان احنا كل مرحله لازم على الاقل نعمل لها ساعتين، يعني بدل ما اجيبهم كلهم مع بعض لا افكر مثلا 99 يبقى مثلا من 7:30 ل 9:30، ال 2000 من 11 مثلا لحد 1، يعني كل مرحله تبقى واخده ساعتين عشان الناس تيجي ارتياحيه ما تجيش بدري وتفضل قاعده لحد الساعه 2 و3. اعتقد ان كده افضل يا كابتن فتحي. غالبا بس انا الحته دي بيني وبينك كان طبعا انت عارف انا جديد على القطاع ما كانش في الحسبان، لان حضرتك ما عملنا الاستمارات الولاد بيبقوا على البيبان فبيدي على طول مواعيد من غير مواعيد، يعني بيدي له تاريخ الميلاد وبيخش يستنى بقى دوره لحد ما المرحله اللي قبليه تنتهي يخش المرحله اللي بعديها وهكذا. فانا ان شاء الله على فكره من يوم الاحد، ان برضو من يوم الاحد الناس اللي هتيجي بكره تشتري هنعمل الحته دي وهحاول اراعي بقدر الامكان ان احنا نريح الناس في يوم الاحد والاثنين ان شاء الله جايين. يعني يا كابتن فتحي طمني على النجوم اللي اكتشفتوها في الاختبارات الفتره الحاليه، يعني حوالي كام نجم ضمتوه؟ والله يا كابتن احنا في ناس كتير وفي ناس مش عايز اقول لك لعيبه، يعني انا حتى لما بوقف في الملعب بشوف كده الاولاد، انت عارف انا اتبعت اسلوب جديد يعني اتمنى ان كل الناس مبسوطه منه، ان هو الاسلوب ان انت بتدي اللعيب حريه الحركه في 5 دقائق، ياخد كله لعيب كوره. كل لعيب كوره دي حلو ده جديد فعلا، ما بين دريبلينج يعني عارف كل ما تتخيل من المهارات الاساسيه بيعملها في ال5 دقائق دول، يعني بول كنترول دريبلينج دي مش عارف ايه، ممكن يباصي ممكن يرقص، كل هذه الامور انا اديتها له كده حريه 5 دقائق. من ال5 دقائق دول ممكن المدربين اللي قاعدين واحنا كجهاز فني ممكن تلقط حد مهارته كويسه. ومعظم الولاد اللي احنا بنلقطهم على فكره ولاد يعني اجسامها صغيره بس لعيبه كوره خياليين، لعيب الكوره بيعملوا حاجات يعني غريبه الشكل. تمام. حتى بعد كده المرحله اللي بعديها بنخش في تقسيمه، وفي التقسيمه بنكتشف الحمد لله اولاد كتير، او احنا في المراحل السنيه اللي فاتت الحمد لله في عدد كويس اكتشفناه، وهنعمل تصفيات ان شاء الله يوم 10 و11 و12 ان شاء الله للثلاث مراحل دول. ان شاء الله يا كابتن فتحي كل التوفيق لحضرتك، وانا عارف ان مجهود كبير عليك لكن المجهود ان شاء الله يكلل بالنجاح وتكتشفوا مزيد من النجوم الاهلاويه الصاعده الواعده باذن الله. كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شكرا جدا على هذه المداخله. يعني كمان كابتن فتحي مبروك ضم عنصر مهم جدا جدا لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، والكابتن الكبير الكابتن هاني رمزي مساعد او المساعد